ليك حبيبي بدي اياك تنزل على السوق تشتري هديه لامي، هديه يعني شيء بحبه قلبك، تمام؟ مشان شو الهديه؟ عازم اهلي اليوم لعندي، فانا هيك كنت اعزمهم وانه مفاجاه بعطيه الهديه لامي، تمام؟ كنت تعزمهم على المطعم؟ لا لا هون بالبيت احسن، انت زبطي بايدك اكلاتك طيبين حبيبي، خلي يدوق اكلاتك، زبطي الاكل، مصروف عرفت لك، تركت لك شيء 2000 دولار، جيبي هديه منيحه وجيبي اكل منيح، اوكي؟ بيض وشي ها؟ يلا باي. باي. بيض لك وشي قلت لي. ايه جيب لها احلى هديه لامك. رح فرجيك الهدايا كيف بكون، ايه ولامك. كأنه هذا كيس. كويس. بشوف هون شو فيه. شغلة كويسة. يلا هي عباية من مقامة رح أخذ لها إياها. وهيك جبت لها أحلى هدية لحماتي، لا مبينة عليها ماركة، لا مصاري ولا شيء. كل شيء قلتلك عنه ما تسودي وشي ابيضي لي اياها. الهديه جبتيها لامي، اهلي جايين على الطريق. ها تمام اجوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا هلا والله. يا هلا والله. تفضلوا تفضلوا فوتوا فوتوا. ماما بابا. ايه بنتي شو ليش مستغربه ما في كلمة تفضلوا؟ ما في تفضلوا يا بنتي شو بك؟ ها لا لا في اهلا وسهلا تفضلوا. اساس امك وابوك جايين. هلا شو الفرق امك وابوك ولا امي وابوي؟ نفس الشيء. اهلا وسهلا تفضلوا هذول كبارينا. تفضلوا تفضلوا. يا هلا والله. يا هلا فوتوا فوتوا فوتوا. اهلا وسهلا شرفتوا. يلا بس تفضلوا 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 خذوا راحتكم. تفضلوا خذوا البيت بيتكم. شو هاد؟ مو اساس امك وابوك جايين؟ هذول اهلي. لك انا امي وابوي صار معهم ظرف وما بعرف المرضانين وما قدروا يجوا، فانا مشان ما يروح تعبك على الفاضي قلت اجيب اهلك بدل اهلي. يعني نفس الشيء. شو الفرق بين اهلك واهلي؟ والهديه اللي جبتيها لامي خليها لامك. هيك نفس الشيء. معلش شو رايك؟ بس انا حاسبه حساب هديه لامك مو لامي. لازم نروح نجيب هديه ثانيه لامي. لا لا ما في فرق عادي. هديه امي اعطيها اياها، مره جاي انا بجيب لامي ما في مشكله. خلاص انت اعطيها لامك هي تمام. ايه ومشان الاكل ما بظن يكون مناسب. ليش مو مناسب؟ عمري انت شو ما عملتي مناسب، كل شيء من ايدك طيب، انا قلت لك جهزي وانت جهزتي ما هيك؟ خلص بيضي لي وشي، يلا عم استناكي جوا، اوكي؟ يلا. يا هلا والله نورتوا البيت، مرت عمي، انت بتعرفي انه بنتك عملت لك مفاجأة وجايبت لك هدية؟ والله عن جد؟ والله ما كان في داعي تعذبوا حالكم يا ابني. ما في داعي يا ابني، بكفي انت عزمتنا على العشاء، ما في داعي تعذبوا حالكم، شو هدايا ما هدايا، مو بيناتنا. لا يا عمي، بعدين انا ما لي علاقه، هاي بنتكم، هي اشتهت بكل هديه، الا بدها تشتريها لامها، قال انه هاي القطعه حبتها لالك، وقال ما بتلبى لحدا غيرك، لهيك رح تعطيك اياها، وينك يا رانيا؟ تعي. انا بعرف بنتي مزوقه، اكيد رح تكون هديتها حلوه كثير. شبكي ليش متوتره وخجلانه؟ اعطيها لامك الهديه خلي تشوفها. ماني متوتره. هاتي يا بنتي ورجيني شو جبتي لي. الحقيقه انا كنت جايبتها خاص لك، قال انه انت بتحبي هذا النوع من الهدايا وهي اشتهت لك. يلا خلصيني اعطيها اياها. هاتي. ليش خجلانه؟ لك ليش عم يجي منها ريحه؟ بجوز ريحه الكيس. افتحيها شوفي شو فيها. ليك عم يجي من هذا ريحه ليش؟ ايه والله واصل لعندي الريحه. شو هالريحه هي؟ ريحه زباله. بتكوني جايبتيها من زباله يا بنتي.
ها؟ اي مزبوط، هي قالت انه هي امي بتلبس هيك شغلات، قال بتحب لبس الزبالة، وراحت نقت لك ياهن من قلب الحاوية، ما هيك؟ شفتك بعيوني، مزبوط؟ انا بلبس من الزبالة يا بنتي؟ لا يا امي، والله انا ما قلت هذا الشيء. لك شلون بتروحي بتجيبي لي هدية من الزبالة يا بنتي؟ لك الله ياخذك بس انتي، بتسودي الوش انتي، بتسودي الوش. لك طولوا بالكم خلص، مرت على خير، يلا هي قطعة، كبيها ما في مشكلة حماتي. هلا رح تبيض لكم وشكم بالعشاء، ما هيك حبي؟ يلا قومي، حطي لهم العشاء جهزتي لهم اياه، يلا. إذا هديتك هيك، كيف رح يكون عشاكي؟ بصراحة أنا قلت زوجي يجيب أكل جاهز أحسن. لا، على أساس أنت عملتي لهم الأكل، روحي جيبي الأكل اللي سويتيه، أنا مو وصيت شيء، ولا رح أجيب شيء. روحي جيبي الأكل اللي عملتيه، بالصبح أنا قلت لك عازم أهلك ولا نسيتي، يلا جيبيهم. طيب، ماشي. شو بدكم عامله هي؟ الله يسوي وشك مثل ما سويتي وشنا انت. هاد هو العشاء اللي انا جهزته. هذا اكل قطط، هذا اكل قديم. شو هذا يا بنتي؟ هيك الواحد بيعزم اهله وهيك بيقدم لهم؟ ايه يا جماعه، هي قالت انه انا اهلي من اهل البيت وما عندهم مشكلة يأكلوا أكل قديم، هذا الأكل صار له يومين عنا بالبراد، وقال إلا رأى طعميكم يا قال إنه أنتو يعني ما بتحبوا تكبوا النعمة، فلهيك حبيت الطعميكم يا أحسن ما تكبوا قال، مزبوط هالكلام؟ أنتو بتحبوا هالأكل صحيح؟ ها؟ هيك قالت لك؟ لك الله يسود وشك، نحن هيك بناكل؟ نعمة ما اختلفنا، بس مو بنعمل عليها عزيمة هيك؟ أنا آسفة، ما تحسبوها عزيمة، إن شاء الله بكرة بعملكم أحسن عزيمة. لا شو عم تحكي انت؟ لا انا اليوم عازم اهلي، ما بصير، هي عزيمتهم، بكره انا عازم اهلي وعلى كيفي، وانا رح اجيب لهم الاكل، ما رح استناكي. لا تقوم تسوي وشي قدام اهلي كمان تعملي هيك، اهلك بتحملوكي بس اهلي ما بتحملوا. لا والله تفضلوا عمي، ما في مشكله، تفضلوا كلوا، هذا شغل بنتكم. حسبي الله ونعم الوكيل. امشي امشي. بابا ماما استنوا شوي. الله معكم الله معكم، بيت سلامه، اهلا وسهلا، الله معكم حتى تتربي تاني مرة. حسبي الله ونعم الوكيل. بابا مشان الله وقفوا يا بابا، والله شو وقفوا؟ سودي وشنا، لسه بدك ايانا نبقى عندي. والله انا اسفة بعتذر. امشي امشي عمي، لحظة بس، مرت عمي خذوا خذوا هديتكم معكم، هي جابتكم اياها بنتكم. لك شو هاد شو هاد؟ ها هي كل شيء عملته بنتكم، بس بتعرفوا ليش هيك عملت؟ ليش؟ لأنه بنتكم المحترمة كنت عامل هاي العزيمة لأهلي وعطيتها 2000 دولار تجيب هدية لأمي وتروح تحضر عشاء من أفخم الأنواع، وهي عملت هذا الشيء لأنه أهلي، بس أنا بالحقيقة كنت أعزمكم لكم لحتى أورجيكم بنتكم المصونة المحترمة كيف كانت تتعامل مع أهلي. وهلأ يا ولو سمحت يا عمي خذ بنتك معك والله معكم لأنه ما بتناسبني، وأنت طارق يلا مع أهلك يلا. سامحني يا ابن عمي، اقسم بالله ما عاد عيدك، والله بس سامحني هالمره. سامحك؟ لا والله لو يطبق السماء على الارض ما بسامحك على عملتك، ولك انا اهلي فوق كل شيء. يلا نعلعي يلا. هي كلها تربايتك، خذي بنتك وانت كمان ما عاد بدي اياكي. هيك خربتي بيتي؟ هيك انبسطتي يعني؟ امشي من ابني قدامي. لحظه، خذي زبالتك معك ونلعي يلا. لا تنسى تكتب لنا في التعليقات كلمة ما شاء الله، وتضغط زر لايك ما بتخسر شيء، تضغط لايك.